أقيمت على أرض ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل مباراة كرة قدم بين فريق نادي أربيل ونادي نفط الوسط، وشهدت المباراة أجواء حماسية مع ضياع الكثير من الفرص وانتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي دون أهداف. فريق أربيل أنا شايفه قبل لا أخوض المباريات فريق جيد، فريق عنده العناصر خبرة، وعناصر الخبرة عادة هي لها قدرة على تغيير النتيجة أو المحافظة على النتيجة في حالة كانت إيجابية لصالحك. بدأ الشوط الثاني للمباراة مع استمرار الأجواء الحماسية للجماهير، بقيت ضياع الفرص في المباراة رغم قيام المدربين بتبديل بعض اللاعبين، حتى شهدت الدقيقة 82 من المباراة تسجيل أول هدف بضربة جزاء لصالح فريق أربيل. ضياع الفرص اليوم يمكن شد العصب سبب في ضياع ضربة جزاء، أيضا كان ممكن سهل لنا بشوط ثاني نزيد غلة الأهداف، لكن الحمد لله والشكر خرجنا بنتيجة جيدة، ممكن راح يسهل علينا العمل في الفترة المقبلة. وبذلك انتهت المباراة بفوز فريق نادي أربيل على نادي نفط الوسط. للعراقي الإخبارية مزيت عبدو، أربيل.